الله محييكم أهلنا الأحرار. بداية الرحمة لشهداء الثورة السورية من هنا من السويداء من جبل العرب، أحرار جبل العرب. اليوم الاثنين 16/10/2023، اليوم صلنا 60 يوم واقفين وقفة عز ووقفة كرامة تضامنا مع كل أهلنا السوريين. ومن السويداء الرحمة لأهلنا في الشمال السوري من أطفال ونساء وشيوخ الذي يقوم بقصفهم النظام المجرم وعصاباته الإرهابية من ميليشيات إيرانية والقصف الروسي الذي قتل أهلنا وشردهم ودمر منازلهم وقتل من وما زال يقتل. اليوم بالسويداء نحن موقفنا ثابت وموقفنا واضح، نحن خرجنا لإسقاط نظام بشار الأسد، نظام الكابتيكول، نظام المخدرات، نظام الإجرام، نظام الميليشيات والعصابات الإرهابية. السويداء مع كل أهلنا السوريين وندين القصف التركي على أهلنا في الشرق الفرات، كلياتهم ضحايا الإرهاب، ضحايا النظام المجرم. ومن السويداء من هنا من السويداء نطالب بكشف تحقيق المجزرة التي حصلت بالكلية الحربية بحمص الذي فعلتها المسيرات الإيرانية. المسيرات الإيرانية هي اللي قتلت أهلكم. هذه الرسالة لأهل الساحل ولأهالي الضحايا اللي قتلتكم واللي تواصلوا معنا لنوصل صوتكم، هن المسيرات الإيرانية. ولو كان هذا السلاح موجود عند ثوار إدلب لكانوا قصفوا مواقع اللي كان فيها وجودكم. أما إسا اليوم اللي وقفوها وقفة عز وقفة كرامي، وقفوا عند دماء شهدائكم. وسويدان الله راد مستمرة، وهذا يوم 60 يوم وراح نظلنا مستمرين لإسقاط النظام المجرم. يا أهلنا السوريين اتوحدوا، القاتل واحد، القاتل واحد. من السويداء قلوبنا معكم، من أحرار جبل العرب قلوبنا معكم. نحن مع كل أهلنا السوريين على كامل الجغرافيا السورية، وإن الله راد واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد، هذا خطابنا. وإن الله راد مستمرين، والله محييكم الجميع، والرحمة لشهداء الثورة والحرية للمعتقلين والشفاء للجرحى، وعاشت سوريا حرة أبية. والله محييكم الجميع. يا بشار صبرك صبرك بسويدا نحفر قبرك، يا بشار صبرك صبرك بسويدا نحفر قبرك، يا بشار صبرك صبرك بسويدا نحفر قبرك، يا بشار صبرك صبرك بسويدا نحفر قبرك.